صحة المصريين واحد من أهم الحاجات اللي موجودة على قائمة أولويات مؤسسة الرئاسة. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من برامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التجديد والبناء لمظلة التأمين الصحي. القرار ده بيأتي ضمن اهتمام الرئيس المستمر بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية ضم المزيد من الفئات من العمالة غير المنتظمة في المرحلة المقبلة. يعني كنا بنسمع عن موظفين مش داخلين في مظلة الحماية الاجتماعية، وبنسمع عن ناس في القطاع الخاص بيطالبوا ان هم يدخلوا مظلة التأمين، لكن عمالة غير منتظمة وقطاع تشييد وبناء، يعني بنتكلم عن نجار وحديد مسلح وحد بتاع أسمنت، حد بيشيل البتاع ويطلعها لاخر دور. الناس دي يا جماعه لما تخش في مظله التامين الصحي يبقى الملف الانساني للدوله المصريه زي ما قالت مؤسسات دوليه بياخدوا خطوات غير مسبوقه. رحبوا معنا بالدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره الصحه والسكان، هيتكلم معانا عن كل هذه الملفات. اهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهديكم. اهلا بحضرتك دكتور. الفئات اللي بيشملها القرار الرئاسي تفصيليا، من هم المستفيدون فعليا من هذا القرار؟ يعني خليني اقول لك انه امبارح في اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دوله رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه البشريه ووزير الصحه والسكان، استعرض السيد الرئيس المشروع القومي لبناء الانسان او للتنميه البشريه. ولا شك ان واحده من اهم مكونات التنميه البشريه هي الحمايه الاجتماعيه. صحيح. والحمايه الاجتماعيه مرتبطه بشكل مباشر بالحصول او الحق في الحصول على الصحه. لذا كان قرار السيد الرئيس بضم فئات جديده لمنظومه التامين الصحي الحالي، وهو 8.5 مليون مواطن بيتم ضمهم للتأمين الصحي وتتحمل الدولة تكلفة اشتراكاتهم. يعني احنا عارفين ان منظومة التأمين الصحي هي منظومة قائمة على الاشتراكات، وبالتالي تتحمل الدولة المصرية من خلال منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا تكاليف انضمامهم. احنا بنتكلم على 6.5 مليون من المستحقين لمبادرة الدولة او المشروع تكافل وكرامة من غير القادرين، بالاضافه الى 2 مليون من العماله غير المنتظمه زي ما حضرتك قلت، النجار واللي بيشيل والحمال، كل من يعمل بشكل غير منتظم ملوش اي نوع من انواع التغطيه التامينيه الصحيه. تمام. السيد الرئيس امبارح ضمن المشروع القومي للتنميه البشريه كلف ووجه بضمهم للتغطيه التامينيه. النهارده يقدر انه يروح يتعالج في المستشفيات سواء كانت تابعه للتامين الصحي او المستشفيات المتعاقد معها التامين الصحي. احنا التامين الصحي يمتلك صحيح 28 مستشفى لكنه متعاقد مع مئات المستشفيات على مستوى الجمهوريه في 27 محافظه، يستطيع ان يتلقى العلاج، يستطيع ان يتلقى الخدمات الطبيه سواء كانت عمليات ايا كان، من بدايه من عمليه اللوز للاطفال الصغيرين الى نهايه بعمليات القلب المفتوح والزرع لا قدر الله. فاحنا بنتكلم على حزمه تامينيه كبيره جدا، خدمات صحيه غير محدده، يعني التامين الصحي ما بيقولش ده بيتعالج وده ما بيتعالجش، كل انواع الامراض يتم علاجها من خلال التامين الصحي، كل هذا لفئه وعدد ليس بالقليل. فبنتكلم على 8.5 مليون مواطن، منهم 2 مليون من العماله غير المنتظمه و6.5 مليون من المستحقين لمعاش تكافل. طيب ايه الاجراءات اللي المفروض يتبعها المستفيد من القرار عشان يقدر ينهي اوراقه ويبتدي فعلا يستفيد من ان هو يبقى تحت مظله الحمايه الاجتماعيه؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه وده شيء مهم، وانا برجع تاني للمشروع القومي للتنميه البشريه، لانه المشروع القومي هو تكامل وتكافل وتناسق وتناغم كل الوزارات. فالنهارده تضم المجموعه الوزاريه للتنميه البشريه وزارة التضامن الاجتماعي هي اللي عندها حصر دقيق بأعداد المستحقين لتكافل الكرامة. هو المواطن مش مطلوب منه حاجة، من خلال التنسيق والتكامل ما بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي والمعاشات والتأمينات، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات،
فيتم تم إعداد بالفعل القوائم المستحقين اللي بيتم ضخها في قاعدة البيانات الخاصة بالتأمين الصحي. والنهاردة الحمد لله في ظل التحول الرقمي الكبير ومصر الرقمية بقى المواطن مش محتاج يمسك ورقة ويروح من هنا لهنا. احنا قواعد البيانات بيتم توحيدها، الأسماء بتدخل في قواعد البيانات ببطاقة الرقم القومي، ثم لما يروح يتلقى الخدمة هيجد أن اسمه دخل في قواعد البيانات ويتعامل معها. وإحنا هيبقى في تواصل أيضا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي عشان تشرح للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة إن هم دلوقتي بقوا يتمتعوا بخدمة التأمين الصحي، وهيبدأ إصدار الكارنيهات الخاصة بده، وكذلك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عشان تشرح للعمالة غير المنتظمة المسجلة في الهيئة انه ان هم اصبحوا جزء من منظومه التامين الصحي الحالي. طيب احنا كنا بنسمع عن قصه تكافل وكرامه، وشرحنا كتير من خلال هذا البرنامج ازاي ان انت تحصل على الكارنيه الخاص بيه وخلافه، وايضا قصه العماله غير المنتظمه لما اتكلمنا عن الجمعيات الخاصه او المنصه اللي عاملاها منظمات المجتمع المدني. ازاي احنا استفدنا من قاعده البيانات دي؟ ازاي نقدر نحدثها؟ ازاي حضراتكم في وزاره الصحه والسكان اشتغلتوا عليها؟ يعني اللي فاتوا ان هو ما سجلش يقدر يسجل ازاي ايضا؟ الحقيقه انه زي ما ذكرت الحاجتين، احنا بنرجع تاني للمشروع القومي للتنميه البشريه اللي جزء من طريقه عمله هو ان كل الوزارات قاعده مع بعض من خلال مجموعه وزاريه يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه البشريه، بيعملوا اجتماعات دوريه وبيتم طرح القضايا دي. بقى مش انا النهارده في الصحه باخد راي وابدا اشتغل عليه، لا، الحقيقه ان النهارده ده موضوع يمس التعليم، يمس العمل، يمس التضامن الاجتماعي، يمس الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه. القضيه بتطرح في وجود رؤساء والوزراء المسؤولين عن هذه الجهات، وبنبدا النهارده ما بقاش فيه بقى لا والله دي البيانات اللي عندي مش البيانات اللي عندك، بتتوحد قواعد البيانات، بيتم عمل قاعده بيانات موحده، بتتحرك وزاره التضامن الاجتماعي لضم مزيد من الفئات، الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه بتتحرك لتدقيق العماله غير المنتظمه، كل ده بيصب في قاعده بيانات التامين الصحي. فانت بتتكلم على منظومه حكوميه متناغمه ومتناسقه من خلال مجموعه وزاريه متخصصه لخدمه الانسان المصري. طيب سيادة الرئيس وجه بمحاولة حصر عدد أكبر بحيث أن يبقى في عدد أكبر من الفئات موجودين تحت مظلة التأمين الصحي، المفروض يحصل إيه؟ زي ما قلت حضرتك كده، احنا النهارده بنشتغل على الأكثر احتياجا، بنبدأ بالأكثر احتياجا ثم ننتقل إلى فئات أخرى. بنتكلم على الصيادين على سبيل المثال، المزارعين على سبيل المثال، الفلاحين على سبيل المثال، يعني عندنا فئات بيتم دراسه، يعني منها من تم ضمه سابقا ومنها ما يتم دراسه امكانيه ضمه الى منظومه التامين الصحي كجزء من برنامج الحمايه الاجتماعيه للمواطن المصري. احنا النهارده بنتكلم بنتحرك على مستوى المواطن الاكثر احتياجا اللي بيحتاج الى مظله تامينيه، لانه الدعم مش بس انك تدعم الاكل والشرب، الحقيقه ان توفر للمواطن امكانيه الحق في الصحه بدون ان يتحمل نفقات كبيره من الجيب، ده بيقولوا الاوت اوف بوكيت، ده جزء مهم جدا من تقديم الحمايه الاجتماعيه والاهتمام بالمواطن. طيب فلاح من الشرقيه راح الصعيد وتعب في الصعيد ومعاه كارنيه التامين الصحي، هل هيقولوا له لازم تروح مستشفيات الشرقيه ولا لا؟ لا الحقيقه، لا الحقيقه ان الواقع دلوقتي بقى مختلف، لان الدوله بتتحرك الحقيقه نحو مصر الجديده على جميع المستويات. فلو لم تتحرك الدوله من خلال وزاره الاتصالات ومن خلال الرقمنه والميكنه والتحول الرقمي والمجلس الاعلى للتحول الرقمي اللي برئاسه السيد الرئيس، ما كانش هيقدر الفلاح اللي في الصعيد لما ينزل القاهره ما يحتاجش ياخد معاه في كارنيه او ياخد معاه ونقول له لا انت لازم تتعالج هنا. كل ذلك يتم من خلال قاعده بيانات، هو بيدخل الاسم والرقم القومي في المنظومه وبيظهر ان ده متمتع بالنظام فيستحق العلاج في كل الاماكن، سواء اللي بتقدم الخدمه من خلال المملوكه للنظام او المتعاقد معها النظام. اكيد الجميع اذا استنفذ كل التفاصيل اللي كانت موجوده أو الشروط اللي كانت موجودة
وبعد شوية ما بقاش يستحق أو ما بقاش تنطبق عليه الشروط، هل وارد إن هو يخرج من هذه المظلة أو يخرج؟ هو الحقيقة إحنا الدولة بتتمنى إن كل الناس تبقى قادرة. فكرة أن يظل المواطن غير قادر على طول، ما هو جزء من تكافل وكرامة، مش بالظبط. ما هو ده اللي بتكلم فيه، إحنا في تطوير بيحصل وفي استثمار في البشر وفي إمكاناتهم. ده هو التنمية البشرية، إن أنا النهاردة هذا الشخص الذي كان في فترة من فترات حياته غير قادر على توفير دخل مناسب له ولأسرته بسبب إنه عنده نقص في التعليم المناسب، عنده نقص في اكتساب المهارات والجدارات اللي محتاجها سوق العمل، عنده محتاج إنه يتطور مهنيا وتدريبيا، يتمتع بمزيد من الكفاءات والجدارات. طبعا. الحقيقة هو ده حقيقة برنامج تكافل وكرامة. برنامج تكافل وكرامة مش فقط إن أنا بدي للناس فلوس وأعيلهم، لكن ده أنا بقدم له من خلال تكافل وكرامة ومن خلال المشروع القومي للتنمية البشرية القدرة على إنه يتعلم صح، يبقى عنده ثقافة صح، يتدرب صح، ويجد في سوق العمل ما يتناسب مع المهارات التي اكتسبها. فده الهدف الأساسي، ليس الهدف الأساسي إنه طول الوقت إحنا نظل ندعم ماديا الشخص، لا، ده الهدف في إنه يصل إلى مرحلة يستطيع أن يكتسب من المهارات ويبقى بصحة جيدة، إنه لو ما كانش بصحة جيدة برضه مش هيعرف يشتغل، يعني هو عنده اكتسب مهارات وجدارات وتعلم، لكنه ليس بصحة جيدة مش هيعرف يشتغل، فإحنا عايزينه بصحة جيدة، بعلم جيد، بمهارات تتناسب وجدارات تتناسب مع سوق العمل من خلال التدريب، وبثقافة تمكنه من الحفاظ على كل ده. صحيح، صحيح. دكتور حسام، حضرتك كنت مشرفنا هنا في الاستوديو وكلمت على حملة 100 يوم صحة، واعتقد ان احنا يعني قربنا من ختام الحملة دي، وبالتأكيد لها حصاد او لها نتائج معينة. لغة الارقام بتقول ايه يا دكتور؟ لا يعني يمكن كما ذكرت في التقرير حضرتك في لغة الارقام، احنا لا لسه احنا فيها 100 يوم، احنا بس لسه قدامنا اكثر من 60 يوم، احنا النهارده في اليوم ال 32 او 33. لغة الارقام بتقول انه خلال 31 يوم اجمالي ما قدمته الحملة من خدمات صحية للمواطنين يقرب او زاد عن 49 مليون خدمه مجانيه. احنا زي ما قلت حضرتك كده، هي 100 حمله 100 يوم صحه او مبادره 100 يوم صحه تختلف عن بقيه المبادرات في حاجتين. الحاجه الاولانيه انها ليست موجهه لفئه محدده، بل هي موجهه لكل المواطنين والمقيمين على الاراضي المصريه. احنا لو بنتكلم على ضعف السمع على سبيل المثال، بنتكلم على ضعف السمع عند الاطفال، حمله بقى 100 يوم صحة أو مبادرة 100 يوم صحة تتكلم لكل المواطنين، مش موجهة إلى فئة محددة. الأمر الثاني أنها تكثف جميع الخدمات المرتبطة بالصحة، سواء بقى كان على مستوى الخدمات العلاجية والمبادرات الرئاسية أو الخدمات الوقائية والتطعيمات أو الخدمات الإسعافية، يمكن زي ما حضرتكم ذكرتم في التقرير، نتكلم أيضا على التفتيش على الأغذية والمطاعم وأماكن تقديم الطعام، نتكلم على مهم جدا ده المياه الشرب والمرور على مآخذ محطات مياه الشرب. فاحنا نتكلم على خدمات الصحة بمفهومها الكامل، الصحة النفسية والدعم النفسي، بنتكلم على الصحة كحالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، مش بس تقديم خدمات علاجية. أكيد. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، شكرا جزيلا لمداخلتك.